حضرتك كده اطمنت ان كل تعليماتك ما راحتش هدر. ماشي يا برو، يا بني ادم افهم، انا بعمل كده عشانك، عشان انت زي اخويا الصغير. امسك ايه دي؟ دي موسوعه من الازهر بيرد فيها على كل المفاهيم المغلوطه اللي اتبنى عليها داعش وبقيه الجماعات التكفيريه. هتطلعها بالطريقه اللي اتفقنا عليها وتقراها وتخبيها في المكان اللي اتفقنا عليه، وانا ابعت حد يسحبها، ما تقلقش. حاضر، بس يعني ما تاخذنيش في السؤال ده، هو سيادتك خايف لا يجندوني؟ يجندوك صعب، يأثر عليك ماشي، يهزوك. خلي بالك الناس دي عندها عقيدة، عقيدة فاسدة ومبنية على باطل، بس في الآخر هي عقيدة، والناس دي بتعرف تبيع كويس وبتتكلم كتير، وانت هتفضل في وسطيهم فترة طويلة، فاحنا نعتبر الموضوع ده مجرد مناعة. يعني كده حضرتك هتخليني اعتبر الفلاشة دي مصل ضد داعش؟ بالظبط. هبوريك ازاي تشغلها في الطريق ان شاء الله بقى يا استاذ، عشان الحق اوصلك وارجع قبل الفجر ان شاء الله. يلا شد حيلك ان شاء الله. مع السلامه. الفلاشه دي ايه؟ مناعه.